أني ما كان في أسطورة بتحكي عن أبطال الخارقين، وكان أعظم هؤلاء الأبطال رقل الخارق. طب يتكلم زي ما تكون حكايتنا مأساة إغريقية. سيبنا نحكي إحنا يا رو. اتفضلوا. جديد زي أبوه. حبيبي ابعد دول عن البيت. مش هيعور نفسه. نيابة عن ابني بشكركم كلكم على هداياكم الجميلة. مين هديتنا يا حبيبي؟ هديتنا وخلطة من الغيوم اسمه بيجاسوس. ولدي الحبيب. مشهد مؤثر. انتوا مخشبين كده ليه؟ قادس اخيرا جيت. بيبقى عمه فرفش معانا. نفسي يا عالي، بس انا بقى عندي شغل ما بيخلص. بتحب الشغل موت؟ في حد لازم تتقي شره، يبقى حارس عنده خطه شريره. يا فندم يا صاحب التعاس، ادوني خبر اول ما العرفات توصل. هنا. ايه العرفات هنا وما قلتليش؟ يا هوانم اسف جدا اني هوانم كنت في حفله وسرقني الوقت. عارفين زيوس جاله النهارده ولد؟ ولد. عارفين الولد ده هيبوظ محاوله السرية على السلطه ولا لا؟ قلت لا يجوز كشف المستقبل. قد 18 سنة قرر العمالقة الملاعين حارب هرقل هتهزم. ازاي تحطموا هرقل؟ اول لازم نخلي المضروب انسان عادي. ولد رضعة متكلفة لازم يشرب الرضعه كلها. اخر نقطه. ما تعيطش، في حد هنا؟ احنا بقالنا سنين بندعي ربنا يرزقنا بحته الطفل. هايل، حادث هيقتلنا لما يكتشف اللي حصل. او اكتشف زيوس قاد سكان الاولمبي في اولمبي في بحث محمول على ملاء الرضيع. كان الوقت فات. المرة دي من فضلك عارف افضل عند العربية. حاسبون لا وقف ملحوق. ضربينا انفتيون. الولد ده كارثة. يا راجل في موضوع انا وامك كان عايزين نكلمك فيه. يبقى انا جيت منين وليه سابوني هنا؟ كانت حوالين رقبتك لما لقيناك. انا هروح اسأل زيوس. و زيوس أرجوك اسمعني ورد. أنا مين؟ صغير بعد السنين دي كلها دي تحيتك لأبوك. لو أنت تبقى أبويا لكن سبتوني ليه على الأرض؟ أنا وأمك كنا بنحبك، لكن في حد سرقك منا وحولك لإنسان عادي. هرقل لو قدرت تثبت على الأرض إنك بطل ملكك هيرجع لك. أولا تدور على فيلوكتيتس مدرب الأبطال. بعد مش فاكر بيجاسوس. بيجاسوس مش هخيب ظنك يا بابا. انت متأكد ان ده المكان؟ يا صغنون مزنوق. واو ايه سيبني يا اخي. ايه حكايتك؟ عمرك ما شفت السطير قبل؟ انت ساعدنا، احنا بندور على واحد اسمه في فيلوكتيتس. انا اتشرفت جدا، انا هرقل وده بيجاسوس. محتاج لمساعدتك، انا عايز ابقى بطل حقيقي. اسف يا ابني ما اقدرش اساعدك. انا مختلف عن كل دول يا فيل، انا اقدر امشي الطريق لاخره. شوف دي. يا قوة الله، عمري ما هقدر ارجع لابويا زيوس. لحظة، زيوس يبقى ابوه يا استاذ ابو لمعة؟ يعني موافق؟ ايوه. تنقذ انسة عاملها بمنتهى الرقة. نشي. ايوه كده احسن يا بطل. طيب حيلك حيلك يا بطل. انا جاهز، عايز امشي من الجزيرة دي. نسافر طيبة صبية في بحنا. ما نندفعش من غير تفكير. ريني على تكتافك. مرة اطلب منك تسيب. بتهبب ايه؟ كويس يا ابني. عن اذنك. بخير يا انسة. حبيبي قولوا لي يا ماجد. اسمي هيراكل. مهم، ألف شكر يا هار، فرصة سعيدة. يا تعمد. وأنا شم ريحة وحش. يا حارس النهر ينضم لحزب التمرد.
كان لازم أرفضه. عظيم، يبقى بدل ما نقص من مدة حكمك سنتين زود اتنين. ده مش ذنبي، ده شجاع السيما اللي اسمه هرقل. اسمه هرقل الواد اللي كان مفروض أرتيم. يمكن ده هرقل تاني، لسه ممكن نشنجله. لسه في وقت نصلح السهو الفادح. طيبة اللي مفيش زيها، أم الدنيا بصحيح. ما تبعدش عني، المدينة دي مكان خطر، بحلق في الرصيف، ما تبصش لحد. طيبة اتدهور بيها الحال بشكل فظيع. مؤاخذة، انتم محتاجينه هو بطل. انا هرقل، بس بدي بطل. عمرك انقذت مدينة قبل كده؟ لا مش بس ارحمنا بقى، ده بطل بحق وحقيق. احنا محتاجين بطل محترف مش قوي. ازاي اثبت اني انا بطل؟ ماجد ابن سبت المصايب. هرقل الحمد لله. في ايه؟ ولدين صغير لعبوا في الكهف، وصخرة كبيرة نزلت سدت باب الكهف. فيل شيء رائع. الله لا النجلة. ما تخافوش يا ولاد، انا هنقذكم. ايه الحال يا ولاد؟ احنا بخير دلوقتي. لازم تاخدوا بالكم. اتفقنا. اسف اني هصدمك، بس ده مش تسقيف. زق عجلك. ايوه كده رقص. في ايه؟ بس الشوط التاني. احلى حتة في المباراة جون الذهب. نجحت يا هرق. 24 ساعة بس عشان اخلص من البلد، وإلا الخطة بحالها تتبخر في الهواء. لك ايه ما تحاول؟ دين الفرصة ان اخلص من شجاع الهنا، وانا هديكي حريتك. ابوك فخور بيك يا ابني. انا كنت مستني اليوم ده من زمان. ما اثبتش انك بطل. انا بقيت اشهر واحد في اليونان. سوف كونك مشهور مش معناه انك بطل. انت فيك حاجة ما شفتهاش قبل كده ماج، وانا معاكي ما بحسش اني وحيد. انا مش ممكن اذيكي. انا مش عايزة اذيكي. يلا 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 يلا. ايه نظام ايه يا ماج؟ انسى حدد اللعب. انت عارف ان البنت دي خطر. برضو مش هساعدك تأذي. اسمعني، دي هالموت حقق مش بالظبط. اجمل دي نصابة كانت بتلعب عليك يا استاذ. كفاية خاينة كدابة بوشي. اسكت. ايه اللي زعله ده؟ مش فايق لك خلاص ماك؟ تسمعش كلام. تستغنى عن قوتك 24 ساعة. دي محرمة طليقة في امان وسلام. لازم تقسم لي على سلامتها من كل ضرر. فانا اوعدك. الله فوق. شيء طبيعي. وقت عرفت يعني ايه تبقى زي كل الناس. ماج ممثلة عبقرية. القلب كانت بتشتغل لحسابي طول الوقت. انا ما قصدتش، انا ما قدرتش. الاولمب بحاله مستنيني الوقت يا عمي. هاي ادمر مولاي. مولاتي العمالقة هربوا قريبا على بابنا. اقرأ الاقراص وده بوم بوم بوم. واجهني من غير قوتك هتموت. في حاجات أبشع. رقم في خطر، لازم نلاقي فيل. هو الوحيد اللي يقدر يعقل. فيل رقم محتاج مساعدتك. بص أنا عارفة إني غلطت. استوس اتأثر يا مولاي، ده الجميع اتأثروا وأنا كمان اتأثرت. زوزي أنت الولد فيل. يلا يا بطل يلا روح حتة فاسلة حتى. بص أنا رجعت لإني مراهن عليه. هو ده الشغل. هرق حازم. حابس أخلي بالاتفاق. ميج لازم توقف حادث. أنا هاخد بالي منه. هتبقى كويسة. لعب كده
كده يا حلو. أشكرك يا ابن. كانت نيتي سليمة. أجل شغل أبو. طب شكرا يا شجاع السيمة. بس واحدة صاحبتك هتموت. ماك لا حاجات ما تقدرش تغيرها. أقدر. على آخر ثانية اتغلبنا. فين ميج؟ انت مذهل ميج. ممنوع اللمس. انت بتحب الصفقات. اني مكان ميج كريم الكريم طلع غرقان في الحب. ألاقونا. طيب اوكي 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 هنبالي ايه؟ هتموت قبل ما توصل. ايه اللي جرى للمقص ده؟ ممكن تكون عايش انت بكده تبقى بطل. ايه حاجة؟ يلا يا أموري. آه! ابعدوا عني. هرقل فخورين بيك. انت بطل حقيقي. ان البطل الحقيقي لا يقاس بقوة عضلاته بل بالقوة اللي في قلبه. بابا دي اللحظة اللي كنت بحلم. الحياة من غير ميج ملهاش معنى. أنا عايز أفضل على الأرض معاها. أخيرا عرفت مكاني فيه.